السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات يونس إيطاليا. أولا وقبل كل شيء لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لكي توصل بجديد الفيديوهات. في حلقة اليوم الإخوان قبل ما نبدأها خرجت معطلة شوية اليوم، شحال النهار اللي كنسجل فيفا هو 6. مهم قبل ما نبدا الحلقه يا اخوان، بغيت نتمنى لكم سنه سعيده بطول العمر ان شاء الله، كل عام وانتم كتحققوا المزيد من الاهداف اللي كتمنوها في الحياه ديالكم. الفيديو اليوم الخوت غادي نشرحوا فيه كيفاش انك تشري من علي اكسبريس، ومام طون في نفس الوقت الاخوان غادي نحلوا جوج باكوات اللي جاونا من علي اكسبريس. كاين هاد باكو وهاد باكو. المهم جوج باكوات الاخوان، كنظن واحد في 3 المنتوجات واحد في 4 المنتوجات، غادي نحلوهم قدامكم وغنكتشفوا شنو فيهم. الاخوان ما تنساوش لايك، بارطاجوا الفيديو مع اصحابكم. المهم الاخوان، باش نشرح لكم كيفاش انكم تشريو من الانترنت، غادي تحتاجوا بطاقه الدفع الماستر كارد ولا فيزا ولا داكشي اللي عندكم. مهم ديك البطاقه اللي كيعطيكم البنكه، سواء بحال هذه سواء بحال هذه. هذه الاخوان راه يس بي، راه غير باش ندير لكم هذه، يعني ماشي كارطا، غير باش نشرح لكم الاخوان. نورمالمون كيكونوا بحال بحال. على اي ماستر كارطا الاخوان ولا الكارطا ديال البنك الاخوان تكون على هذا الشكل كما كتشوفوا، ولا كتكون على هذا الشكل. المهم هذه غير يس بي، لا تكون على هذا الشكل. هنا الاخوان كتعرفوا واش كاين ماستر كارت ولا فيزا. على اي نتوما ما كيهمكمش، اللي كيهمكم في هذا الماستر كارت هما هاد الارقام كما كتشوفوا، هاد الارقام كاملين، وكيهمكم هاد التاريخ فين غتسالي لا كارت، راه كاينين حتى هنايا الارقام والتاريخ فين كتسالي فين غتسالي لا كارت. واللور ديال الاخوان غتلقاو واحد ثلاثه الارقام، هاد السي في في. المهم الاخوان هادو هما اللي يهمكم باش انكم تشريو من الانترنت. لذلك الاخوان فاش تكونوا في الزنقه ولا تكون مع اصحابكم، حذاري حذاري الاخوان شي واحد يهز لكم هاد الارقام، حيت من هاد الارقام الاخوان اللي وريتكم دابا تقدروا تشريو من الانترنت. على اين الاخوان هاد الشيء اللي قلت لكم دابا، هذا هما الارقام، وندوزوا الاخوان نفتحوا، المهم عقلوا على هاد الارقام مهمين حيت فاش في الشرح الاخوان نحتاجوهم. وندوزوا الاخوان دابا نفتحوا هاد لي باك ونشوفوا شنو فيهم. ما تنساوش الاخوان كما قلت لكم، ما تنساوش اللايك، بارطاجوا الفيديو مع اصحابكم باش تعم الفائده. المهم الاخوان كنت بغيت نقرب لكم هنايا وتشوفوا، لكن ارتأيت انني نحل داكشي قدامكم، تبقاو تشوفوا فيه ونحل قدامكم الباك والاخوان ونشوفوا شنو فيه. انا نحطو هنايا ونبقى نجبد حاجه بحاجه الاخوان ونبارطاجي معاكم الاخوان. الباك باقا ما حلوش، هاي الله جاني صراحه قسما بالله ما خاصنيش نحلف، ولكن المهم انا غير ولفت انني تنحلف. على اين الاخوان الباكوات عندي بزاف، ما عارفش بالضبط اشنو شريت، فهمت يعني شريت بزاف ديال الحوايج في هاد الباكوات ما عارفش بالضبط شنو كاين، لذلك غنحل وغنكتشفوا مجموعين. نبداو باول حاجه هي هاد العلبه، كتجي على هاد الشكل، هنا مكتوب شي حاجه ما عنديش شي فكره. على اي نحلو ونشوفو نضادر كي جاوني الخوت مول نضادر نضادرات زوينين صراحة زوينين. المهم الاخوان نزيدو نشوفو هادو ديال الشمس، كنظن ديال الشمس حيت ظلمين شوية، نحيدو نضادرات زوينين بسيلين صراحة شي حاجة زوينة. على عين ندوز المنتوج التاني، هذا نرجعو نحطو هنايا. المنتوج الثاني كيجي على هذا الشكل اللي ما عرفتش شنو هو. المهم الاخوان كيجي على هذا الشكل اللي ما عرفتش شنو هو، نحلو ونشوفو مجموعين. شتو معز عليكم الصوت الاخوان، اشنو هو هذا نضادر الاخوان تاهما بالجوا ديالهم نظر اش كيديري
بالجو ديالو هذاك شي طوب بزاف، شي طوب بزاف الاخوان. انا شوف شوف اصبر نرجعهم كي كان. شوف الاخوان الاولى، الطاويه الاولى، الطاويه الثانيه، هنا الاخوان الطاويه الاولى، الطاويه الثانيه، يعني كيبانوا لي بحال مكبرين. لاحظتوا الاخوان بحال تيقربوا انتوما، يعني ما مزيانينش، ما مزيانينش. نديرهم ونشوف. بقات تبان لي حاجه الاخوان شويه مضبي، ما عرفتش خيت خاصهم غير يمسحوا، ولكن ما عرفتش كيفاش تنبان. المهم ولكن كيكبروا، كيكبروا بالنسبه للناس اللي مابقاوش يشوفوا مزيان، بغا يقراو مثلا شي حاجه، ما يقراو شي حاجه. عجبوني الصراحه، بالنسبه لي انا ما عجبونيش، بالنسبه لشي حد اخر يقدروا يعجبو. ما عرفتش كيفاش كانوا مطويين. زي حاجه زوينه صراحه، نرجعهم للجو ديالهم، الجو ديالهم اللي زوين. يعني ما تعطيهمش نضاعض غير الاخوان، شوفوا بحالكم ما تعطيهمش نضاعض. ندوز الاخوان لحاجه اخرى، هذه حاجه باينه، هذه الشارجور ديال ديال بحال. نطول عليكم فيديو ياك، نزغب ياك. الله نحلو الاخوان باش مابقاش نتعطل في الحلان. جبت سميتو، جبت مقص. هذا الاخوان شارجر ديال الطوموبيل، شي حاجه زوينه. هذا كان عندي الاخوان شريت بحالو ديجا، شي حاجه واعره، داكشي علاش عاودت شريتو. ها هو شي حاجه زوينه الاخوان، داكشي علاش عاودت شريتو، حيت كان عندي طاح. المهم الاخوان، حيت كان عندي كانت شي حاجه زوينه. الحاجه الاخرى كاين بزاف، كاينين ضادر اخرين الاخوان، ضادر اخرين نحلهم باش تشوفهم. ونضادر جا جاو مهرسين الاخوان اليوم. هادي هادي هي، ما عرفتش واش تكاستر، اي لصقات الاخوان اش تكاستر. المهم انتما نضادر زوينين بهذا الشكل. كاين هنا الماركه، ما عرفتش من الماركه. المهم ندوز الحاجه الاخرى الاخوان، باش نطولش عليكم الفيديو حيت باقي بغا نحل لكم جوج باكوات. سنو كي تنحل غير واحد راه مقدر، بنحل لكم هاد الباكو وهاد الباكو. هنا الاخوان كاين كاين هذا شي يقولوا مشمعات، مشمعات فيهم ريحه على اي بوي. كاين كاين دبل بريز، شريت حتى هو دبل بريز عادي في 4 3. من بعد كاين هذه الاخوان. المهم الفيديو بحال غيطوال الاخوان، كان الاخوان نحل لكم غير باك واحد. من بعد الاخوان نحل لكم حيت باقي بياس اخر، من بعد ندير لكم فيديو اخر نحل لكم فيه هادي. منها الا كان شي سؤال نجاوبوا عليه. كنت بغا نحل لكم جوج باكوات، ولكن الفيديو بان ليا كيطوال حيت جا 5 دقائق ومع المقدمه والسميتو ما غاديش يجي. المهم هادي الاخوان غير ريكالو كنت شريتها. يلا هادي بالنسبه للناس اللي كتكمي كتجي على هذا الشكل، الناس اللي كتكمي كتجي على هذا الشكل، تيدير فيها الكارو ولا تيدير فيها الطباكو. الطباكو تيتحط هنايا، وداك سميتو كيتحط هنايا، داك تيتحط هنايا. زوينه المهم شكيل زويون وصافي. على اي نزيد باقي الاولتيما، اخر حاجه اخوان هي هادي. اوهو اوهو حليت الاخوان شي حاجه فخمه الصراحه، شي حاجه فخمه. اي ما شي تسد، تنا نشوف كتسد يمكن، كتسد شي حاجه الاخوان. اولا نقرب لكم الاخوان اذا نشرح لكم مزيان. اولا الجلد تتحس به شي حاجه زوينه، ثانيا عندها هذيك تبارك عليها كتحل، ان فوا كتحل اش كيبان لك. بالنسبة للضفران اللي عجبني فيه هو اللون الأسود، جات شي حاجة يا سلام.
لكم كما شرحت لكم الاخوان في الفيديو، نشرح لكم الطريقه كيفاش انكم تشريو من الانترنت. قبل كل شيء الاخوان ما تنساوش لايك وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وباش ما نطولش عليكم الفيديو ندوز نيشان للشرح. المهم الاخوان كندخلوا لجوجل عادي كنكتبوا علي اكسبريس، حيت اليوم نشرح لكم الاخوان كيفاش انكم تشريو من علي اكسبريس الاخوان، حيت انا ديجا عندي لابليكاسيون ديالهم انفو، غنبرك على الموقع غادي دوزني لابليكاسيون كما كتشوفوا، او دوزني نيشان لابليكاسيون. بغيت تطلي شارجي لابليكاسيون طلي شارجي، لكن انت تبقى تشري ديما كيبغى تشري غير مره واحده وتبعد تشري غير من 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 جوجل. لين الاخوه مش ما نطولش عليكم، مشيو نيشان غتمشي لهذا الراجل اللي على اليمين لتحت، وهنا الفوق كيطلعوا لك انك تسجل، هنا كيطلعوك تزال البلاد منين مكونيكتي. بحال في الحاله ديالي انا مكونيكتي من ايطاليا، كتبرك على ريجيستراتي. نحاول ندخل فيسبوك حيت فيسبوك هاد الكونت عندي قديم، عمري ما شريت منه. المهم الاخوان في هاد الحاله مثلا، حيت اول مره غنشري كيف ما كتشوف الاثمنه فهم رخاص بزاف، على اي مثلا غنختاروا هادي هاد الكوفيات. شوفوا الاخوان الثمن، شوفوا الثمن ديما 0.62. نختار مثلا هاد الكابلي، اسمحوا لي ضربني البرد، مثلا هاد ليد هاد جونجي تشيك اوت. هنا الاخوه كاينين المعلومات ديالي ديال المخيب، المهم غندرقهم. المهم الاخوان هنا لتحت كما كتشوفوا ميثود دي باغامينتو، هنا الاخوان تيقول لك الطريقه باش تخلص، وغنكتشفوا مع بعضياتنا الطريقه باش نخلص. هنا كيقول لك يا انك تخلص على كتخلص بكارطه، يا عندك يا فيزا يا ماستر كارد. الاخوان هنا كدير النمره ديال الكارطه، هنا كدير تاريخ النهايه ديال الصلاحيه ديال الكارطه، والسي في في اللي وريتكم في الفيديو الاخوان. هذيك المعلومات ديال الكارطه صافي، غير كتبرك على سالفا كونفيرما. كيقدر بعض المرات حيت هذا تمام رخيص، بعض المرات يطلق لك الكونفيرما من لابليكاسيون ديال البنك خاصها تكون عندك، بعض المرات ما يطلبوهاش لك كيدوز نيشان. جربوا الاخوان، اي مشكل لقيتوه مرحبا بكم، دوزوا عندي الانستغرام الاخوان الانستغرام ولا فيسبوك، ونشرح لكم لو في كومونتيرات نشرح لكم كل شيء. نتمنى يكون الفيديو كافي ووافي. كانت اي حاجه الاخوان دوزوا عندي مرحبا بكم. السلام عليكم الاخوان، نتمنى الفيديو اليوم يكون عجبكم. بغيت نحل لكم هاد الثانيه ولكن نديروا على فيديو اخر، حيت الصراحه ما بقاش الوقت باش انني نحل بزاف، غيجي الفيديو طويل ديك الساعه بنادم غيتفرجش فيه حتى الاخر، غادي نقص الحماسيه. الاخوان بالنسبه لهاد المنتوجات الاخوان رخاصين بزاف، الاثمنه الاخوان اللي بغى يعرف الثمن ديال شي حاجه يتواصل معايا ونقول لي الثمن وغسل لي الليان منين يجيبها رخيصه. المهم تشلي كاين، يلا يا اخوان ما تنساوش لايك بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.